شوف شو شفت. البس الصغير فايت من ورا الدروج، امه دفشته وماكل السوس. شايفين بيري بينا؟ هي عم تعلمه. قالت له للسوس. هذا البس الصغير عم نقول عنه حرام، عم نقول عنه مسكين ومعثر. غريزة القتل عنده بسيطة يعني. شوف شلون قتلوا فورا. أنا مخبيه بالدرج، يعني سوسان حاطتهم بالدرج. ليكو هذا سوستان. بيري أول ما جبتهم أنا حطيتهم بالأرض، خطفت واحد فورا، خطفته وبلحظة مات. يعني ما أتحمل أنه أنا فكيته منه، كان لحظة أنا ما حسيت عضته أصلا. يعني مات من الخوف، مات من الرعب، مات. وهلأ الولد فات على الدرج من ورا، يعني من تحت، من هون دخل من ورا ودخل على الدرج. أمه شوفوا شو كرنيبي، هي اللي خلت أنا ما بيسعني أنت تفوت من جوا. الدروج هاي ورا مثل ما انتم شايفين بيكون فيها فتحة، يعني لك أكل وخلص. هذا السوس ما عيد عيد الأضحى، يعني هو يعتبر أضحية. أبا شامو جعله ورشاء بيري. شايفين بيري عم تتدرب، على عم تطمن انه ابنه متدرب مزبوط. فورا قتلوها. يعني انا حسيت السوسان كانوا نايمين شوي طلع صوتهم. لما فتحت الدرج اول مره قبل ما بلش التصوير كان دمه طالع يعني خالص. اجت شاماتنا، نشوف شام. هل شام رح تنزل تاخد السوس الثاني؟ هل رح بيري راحت لأنه بيري عم تراقب. بيري شغلتها فراخ الحمام بتطالع من فوق. هذا الولد عم ياكل السوس. شام عم تتفرج، بيري عم تتفقد ولادها برا لأنه عندها بنت مرضانة. شايفين شام شمت السوس ما بدها تاخده. يعني هذا كيف دوري بموت؟ خلاص ما أخذته ومات. هو طلع صوت على حاله، يعني انا ما فيني اعمل شيء والله. انا اصلا ندمان جبت السوسان معي. وقف صوته، هاي الطبيعة. هلا اذا حدا بدي يقول عني انه انا مجرم، ما مجرم، تركت السوس. هذا اليوم عيد الأضحى راح يموت فيه ملايين الخراف، ملايين الأبقار، ملايين العجول، ملايين النعاج، أناثة، ذكور، صغار، كبار، جمال، نوق، كله راح يموت اليوم. هلأ بعد ساعات راح يبلش شلالات الدم، ملايين ملايين، يعني بينزل بحدود يعني النهر من الدم اليوم حينزل بعد ساعات. ما بعرف انا يعني كيف الواحد بيقدر يلوم هاي القصة. بقول لك والله سوس اخذته قطة، ايه يعني القطة عم تصيد العصفورة، عم تصيد الهاي. انا ما قصدت بس ضل لحاله، قلت خلص تروح تاخده شام ما بيأثر.
مو شغلتي يعني، ريحتني منه من المصروف. ولكن هذا الكلام طبعا دعاني لأخذ قرار آخر. القرار الآخر إنه الكل شايف إنه أولاد بيري صاروا يصيدوا، بدليل إنه هذا البس الأسود الكبير صار يعني هو لحاله صاد السوس قتله. معناته أنا إذا بكرة بتخلى عنه وعن بيري، هاي بيري بربورة وعن أخواته، ما عاد حدا بيلومني، لأنه أنا مليت من قصة القطط. مليت لأسباب كتير. أول شي ما عم اتحمل حكي العالم والله، يعني الناس طمرتنا كلام صراحة. أنا طبعا بتحدى أي بيت أنا يعني طلب مني شيء وما ولبيته، أو بيت يعني احتاج شيء وما ساعدته. مع هيك هني نفسهم هدول شو بيقولوا؟ بيقولوا لك عم يصرف مصرياته على القطط، ما عم يساعد العالم، لو بعتهم على المخيمات أحسن، لو بعتهم الفلسفة الفاضي. فمليت وصرت أتعب صراحة، حسيت الحسد عم ياخد من 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 بيتي، يعني من حياتي عم ياخد، موقف لي حاليا يعني. صدقوني في دقيقتين يعني. وغير هيك في سبب آخر، إنه أحد الأشخاص المنافقين بحياتي هون بعرفهم يعني، حكي لكم عنه سابقا، مستمر بلعبة الخداع معي وأنا عم سايره، لا أعرف وين بده يوصل يعني. هون عيلة كاملة يعني عم يلعبوا اللعبة معي وأنا شايف القصة وفهمانة وإلى آخره. امبارح بالليل بيبعت لي كرتوني على أساس أكل للقطط، صدور الدجاج. إمتى بعتها يا حزركن؟ بعتها الساعة 12:30 بالليل. 12:30 بالليل أنا عايش لحالي ببيت كبير، قصر قديم يعني. إذا واحد بيفتح الباب أنا بتقني سكيني، ما حد بحس عليه. فبعد 12:30 بالليل يمكن عم يدس نبض، عم يشوف شو وضعي، عم يشوف مين عندي، ما بعرف. من حيث الأمن والأمان أنا ما لازم أفتح الباب، لكن أنا رحت فتحت باعتبار أنه كان عم يدق كتير الباب. فرحت فتحت، لقيت شاب عم يقول لي بعت لك الكرتوني هي أبو فلان، وأنا ما بيجي غير متأخر ولا تأخذنا. حسيت في فيلم مو صح يعني، يعني حسيت في شيء مو صحيح يعني. يعني شو بعت لي واحد الساعة 12:30 بالليل معه كرتونة صدور الدجاج على أساس أكل القطط اللي عندي، وأنا من غير شيء القطط مرضانين وكرهانون وهيك، وعم عالجهم وما عم يتعالجوا يعني، ما عم يطيبوا لأنه شوب الجو، ما عم يلحقوا مي وعندهم جفاف كلياتهم وهيك يعني. وبيري صارت تتبطرن على الأكل صراحة يعني، بحط لها أكل ناشف ما بتاكل، بحط لها أكل شو اسمه ما بتاكل يعني. هذه شوفت عينكم بيري، حليب كذا يعني، عم تتبطرن ما بعرف ليش. هلأ أنا مرقت الموضوع واستقبلت الوجبة، فتحت الكرتوني وبدي أفرزها. أنا مثلا هي بتجي 5 كيلو تقريبا، بحط كل كيلو لحال بكيس داخل كيس وبحطه بالتلاجة عندي، تلاجة القطط يعني، أكل القطط، بس بحطهم بالفريزر يعني فوق، لأنه هذا مشان ما تطلع ريحته، مشان ما كذا بيتجمد لما بدي استخدمهم كل يوم. أنا يا بحط لهم كيلو ني يا أما بسبطبخه، بس هلأ بالشوب ما عاد ينحط ني، بدي أطبخه بعدين حط لهم يا مطبوخ يعني مشان يأكلوا. فأنا عم أفرزهم كانت ريحتهم طالعة يعني، ريحتهم خربانين. أي والله. فأنا حسيت أنه يعني القصة مثل مقصودي كمان يعني، حركتين على بعضهم هيك راكبين مدري شلون. أي فقلت لحالي يا ولد يعني، في بزماناته قصة عن اللي قطع ايده مشان ما حدا يمسكه ايده بتوجعه يعني، على مشان ما حدا يمسكه عليها. فانا الناس هلا بدها تبلش تستعرض علي بحجه القطاط وبحجه المدري ايش،
واللي عنده زبالة حيبعت لي إياها مشان القطط، يعني على أساس إنه عم يخدمني. أي أنا لمت حالي، اللي أنا ما فحصت الكرتوني قبل ما استلمتها صراحة، لمت حالي مزبوط يعني. قلت لحالي يا ولد ليش ما عملت هيك، يعني ليش ما سويت هيك. ايه بعدين بس شميت ريحتهم مو طيبه يعني، قلت عرفت انا القصه كلها، يعني انه الفيلم كله مو ظابط يعني. هذا خلصك. فكبيتهم وقلت اذا ايدي اللي عم تجاني هي القطط، فبكره بالعيد يعني بدي اخليهم يعني عندي. أول يوم أنا جيبت لهم أكل كتير اليوم، بس ما عندي يعني نفس إني أتحمله ليخلصوه صراحة كمان. فقلت لحالي بكرة برحل القطط كلهم، بيري وأولادها، ببعتهم على شي مكان هيك يروح يعيشوا فيه. جنيني كذا صار، هذا شفت عندكم صار يسيد يعني بريحني منه من حاله. صاروا يصيدوا كلهم، بصير أنا باخذ لهم أكل اللي عندي الناشف هذا عجنيني كل يوم محل ما بدي حطهم، بعودهم يأكلوا هنيك يعني. وبعديها شفتوا منين طلع؟ محل ما دخل شفتوا منين طلع؟ دخل من هيك من قفا الدرج ورجع فل من قفا الدرج، تخيلوا. أي فأنا بهالطريقة بكون يعني أسعفت نفسي، شفتوا منين دخل هذا، وإسا استعادي لجرم دخوله. هلا أنا كوني فاتح الجرور، بس عم ينزل الجرور لتحت يعني، لا المدخل غير المخرج. أي فهذا هو صار يصيد، صار يعرف ياكل. خلاص خليني نروح يتمدوا على حالهم. الله هيك بيري ما بعرف شو لاقيه تحت عم تراقب، بجوز الدباني بجوز شي شغلة ما بنعرف. شايفين دباني؟ ليكو عشو عم يتطلع ما بعرف انا. طلع شغلي شايف، انا مو شايف بس هو شايف. شايفين اما بتقول شو اكلت نانا؟ تركت شي لاخواتك؟ على فكرة هي بيري ما بتاكلها هلا، بتشيلهم لاخواته. مو دفشته علمته شلون يدخل على الدرج؟ خلاص هلا بتقول له اذا خلصت هلا هو ما بينزل، بده يضل حد الفريسي تبعه. خليني سكر الباب لبير هات نشوف. عم تحركوا بيري مشان داخل. هلا بتاخذوا بيري؟ شايفين شو طويل بيري؟
سفقته. لو انت اخذوا اسا على الولاد التانيين شايفين؟ اخذته عن الولاد الباقيين. طيب هاي العملية كلها دفشت ابنها يتسلل محل ما شفتوه نزل، قتل السوس، اكل حسته. اكتشفت انا الموضوع، فتحت الباب، اجت شام اخذت التاني. امه استنته لخلص حسته، بعدين اخذت الباقي لاخواته، تركت وراها الدماء وال... شو فينا نعمل؟ خلينا ننظف هذا نحن. شكرا لكم، شكرا للمتابعة، باي باي. هذا بكرة بجوز صور آخر فيديو للقطط عندي بالبيت قبل ما سفرهم. باي باي سعداء.